صغيرة درس من الناس السماحش حد. اليوم سأجري مقابلة مع بعض الأشخاص، عرفينا بنفسك. أنا هدى صلاح من الصف العاشر من مدرسة بنات الفندقامية الثانوية. وأنا دان كرارية من الصف العاشر مدرسة بنات الفندقامية الثانوية. وأنا أسيل هاني عباس من الصف العاشر مدرسة بنات الفندقامية الثانوية. مقابلتنا ستكون عن الشهيدة شيرين أبو عاطلة، كلمة حق على مذابح التاريخ، صحفية عز نظيرها وبان بريق أعمالها للقاصي والدان، وصفها زملاؤها بالإقدام والشجاعة والرزانة والهدوء وتميزها بالأخلاق والمهنية العالية. فمن هي شيرين أبو عاقلة؟ شيرين نصري أنطوان أبو عاقلة، مواليد القدس عام 1971 ميلادي، مناضلة فلسطينية لأسرة مسيحية، خاضت تجربة الصحافة حتى أصبحت علامة فارقة ونجمة في سماء الإبداع للصحافة الاستقصائية. أنهت دراستها في مدرسة الراهبات الوردية في بيت حنينة في المدينة المقدسة. درست الهندسة المعمارية في جامعة العلوم والتكنولوجيا في الأردن الشقيق، ثم توجهت لدراسة الصحافة المكتوبة في قسم الإعلام في جامعة اليرموك. تنوعت عملها بعد عودتها بداية مع مؤسسة الغوث في تشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، ثم في إذاعة صوت فلسطين وقناة عمان الفضائية، ثم في إذاعة مونتي كارلو ومؤسسة مفتاح، لتكون في الخاتمة مستقرة في قناة الجزيرة مع زميلها الرائع وليد العمري. اللفتاتها الومضات التاريخية في حياة شيرين. بداية كانت من أوائل المراسلين المنضمين لثرى الجزيرة في فلسطين بعد تأسيسها، وكانت عاملة في الميدان، واتهمها الإسرائيليون بتهمة تصوير مناطق أمنية. شهدت الأحداث التاريخية بداية من انتفاضة الأقصى بين عامي 2000 و 2004 واجتياح مخيم جنين وطولكرم عام 2005. كانت أول صحفية عربية تدخل لسجن عسقلان عام 2005، حيث تقابلت خلالها مع الأسرى الفلسطينيين، وكان لها أثر عالي في نقل احتياجاتهم ومعاناتهم لذويهم وللعالم أجمع. مشهد صعب، فكيف تم اغتيالها؟ في صباح يوم الأربعاء في 11 من أيار عام 2022، كان زميل علي السمودي برفقتها ومجموعة من الصحفيين في محيط مدارس وكالة الغوث قرب مخيم جنين. كان الجميع يرتدي حلة الصحفي العسكري من الخوذ للزي الخاص، بينما تم استهدافه برصاصة في الظهر واستهداف شيرين بالقتل أمام شاشة العالم. فكيف تشييع جنازة شيرين؟ تم تشييع جثمانها من مستشفى القديس يوسف، بينما قامت قوات الاحتلال باعتراض التشييع واستخدام العنف مع المشيعين، إلا أن الجثمان استمر بالوصول إلى كدرائية الروم الملكيين الكثروكية بالقرب من بوابة يافا. ونزلت الكشافة الكثروكية في شارع البطريريك أمام التابوت، إلى أن استمرت المسيرة حتى الدفن والتقديس. لم تكن شيرين سياسية ولا عسكرية، وإنما كانت مشهد التاريخ لبؤس الاحتلال، بينما يبقى فينا الأثر الخالد، هو الكبار يموتون والصغار لا ينسون، يحملون إرث الأجداد، فالقسم هو أننا سنحمل إرثاً.